احنا ساعدنا ايران هوايه بالحصار الاقتصادي اللي صار عليها من الامريكان وغير صح. الامريكان ولا هو انتم كان ايران سقطت من زمان، النظام الايراني سقط زين. نعم. بس احنا صرنا الرئه، صرنا الرئه لايران، احنا الاطار الفارسي رئه ايران. الاطار التنسيقي تقصد؟ نعم الاطار التنسيقي. اي احنا اطار فارسي سيدي، احنا والله فرس، والله فرس يا جماعه، والله انا ما اعرف، ما ادري ليش انا من احكي حكايه الحق الناس ما تقبلها. احنا موقعين، احنا موقعين جنود ايران الى ظهور صاحب العصر والزمان، هذا هالشكل احنا موقعين لهم. يعني ما مخدم عندنا معاهدات وتوقيع وما زلنا نشتغل على هذا الاساس. يعني ماكو امل تنصلحون، يا اما القضاء عليكم يا اما احنا ما نعيش كعراقيين. لا أمن ولا أمان بالعراق طالما احنا الإطار الفارسي موجود بالعراق.